معلق القدير استاذ محمد غازي الصدقه مباشره الناصر الشمراني، نقول لك مبروك ثلاث نقاط هامه بالنسبه لكم. اول شيء بسالك عن اصابتك، هل انت تشافيت بالفعل وشاركت اليوم ام تحاملت على اصابتك وشاركت لاهميه اللقاء؟ والله اول شيء الحمد لله الفوز. احب ابارك الاداره الشبابيه وجمهور الشباب والامير خالد بن سلطان والامير فهد بن خالد والامير عبد الله بن فيصل، لانهم صراحه ممكن قبل المباراه كان بيننا حديث وكذا، فبارك لهم ان شاء الله ربي يوفقنا في المباراه الجايه. اما الاصابه فكان عندي يعني شد والحمد لله يعني اهون من اول ولعبت المباراه. اليوم الاتحادين تعرضتم لطرد وايضا لعمر الغامدي، وكان المتوقع ان الاتحاد يستفيد، لقينا الشباب انتفض خلال مجريات المباراه. اول شيء الحمد لله على توفيق من الله ومو تقليل من الاتحاد، الاتحاد لعب كوره اليوم افضل ما يكون. واحب اقول للعيال هارد لك وان شاء الله يعوضونا في المباراه الجايه. يعطيك العافيه ناصر. يعافيك حبيبي. شكرا كابتن ناصر. مباشره اسامه المولد نقول لك هارد لك. الشباب خسر لاعب مجريات الشوط الاول وما تفاعلتوا انتم مع احداث المباراه، الجماهير ايضا تفاعلت اليوم رغم النتائج السلبيه لنادي الاتحاد، ان الظروف في الملعب كانت مختلفه اليوم. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مبروك فريق شباب، هارد لك فريق نادي الاتحاد. يعني اليوم يعني قدمنا يعني كوره طيبه، الشوط الثاني يعني بعد الطرد يعني مسكنا الكوره، الجمهور تفاعل معنا، صراحه حاولنا يعني شفت الفرصه حقت رضا ذكي يعني لو جات يعني تتغير مجرى كثير في المباراه، لكن ما سمحت لنا وما توفقنا فيها. بعد الشباب سجل جول وزي ما انت شايف جاء فينا الهدف الثاني. سام انت من ابرز اللاعبين في المملكه العربيه السعوديه وصاحب خبره كبيره ولك سنين تلعب من فئه الناشئين، حكم قراءتك وقربك من نادي الاتحاد، شو اللي يحتاج اللاعبين للاتحاد عشان يرجعوا لوضعهم الطبيعي؟ والله صراحه يعني نتكاتف نرجع مع بعض يعني زي ما كنا اول، والاداره كمان يعني تكون معانا نتكاتف، الجميع لازم يتكاتف لانه يرجع الفريق صراحه. يعني الموسم ده يمكن يعني شبه يعني انتهى، يعني باقي بطوله بس يعني كاس الملك ان شاء الله بنحاول، لكن على اوضاع هذه صراحه ما ظنت يعني يكون في شيء. ما في امل في بطوله كاس الملك افهم منك؟ يعني اذا كنا على حالنا زي كذا صراحه صعبه، يعني زي ما انت شايف الشباب الاهلي الهلال. رساله اخيره من اسامه المولد لمن يهمهم الامر في الاتحاد، ايش تحب تقول؟ والله يهم يعني يرجعون لنادي الاتحاد، يعني طالب الشيخ عبد المحسن يرجع لنادي الاتحاد، الجميع صراحه لانه الاتحاد كيان، يعني حرام يعني نادي الاتحاد زي نادي الاتحاد انه يعني ذا المستوى صراحه يكون فيه. يعطيك العافيه اسامه، شكرا لوجودك. شكرا للكابتن اسامه المولد ومن قبله ايضا الكابتن ناصر الشمراني مع زميل نايف مشهور